تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت تحديدا بعين التينه، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع، وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه، بالاضافه لاي سي وسنترال هيتينج. 6 اليفيترز بكل بلوك، انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه، 3000 متر مربع مساحه خضراء، واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديده مامنه، بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندر جراوند فلورز للباركينج. K54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل، وعلى بعد 10 دقايق من بيروت. مؤلف البروجكت من 3 بلوكس، وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. من 18 ابارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و400 متر مربع. ابارتمنت مختلفين سامبلكس وجوبلكس، وقسم تابع له جاردنز وتيراس. من اهم المواصفات مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند، وهاي اند فينيشينج بالداخل. K54 Luxury Project بالكحالة جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقة آمنة ورايقة، مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. بيروت جاردنز بروجكت باخر مراحل الفينيشينج، موقعه باهم نقطه بوسط بيروت كاشف على فيو البحر والمرفأ. مكون من 3 اقسام، محلات تجاريه، مكاتب، وشقق سكنيه. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل، و2 للشوبس والابارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و450 متر مربع سامبلكس، وبين 275 و435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الافيلبل للبيع 26، اما المحلات التجاريه 9، بالاضافه لاربع اندر جراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. اما بالداخل رخام اوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال اي سي، خدمات عديده مامنه بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكيورتي 24/24، و4 برايفت جنريترز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي، بمنطقه استراتيجيه قريبه من اهم المراكز التجاريه بالمدينه، والتسليم باول 2018. Thank you.